للحشوة نص كيلو من الرز البلدي، ربع كيلو من الكبد بتاعت الفراخ أو كبدة البطة كفاية علينا، بصلتين كبار مفرومين، فصين من الثوم مفرومين، معلقتين كبار من السمنة، معلقتين كبار من الزيت، رشة سكر، مكعب من المرقة، ربع كوباية مية مغلية، نص كوباية نص كوباية زبيب، وعندنا كمان فصين مستكة، معلقة صغيرة من البهارات السبعة، نص معلقة صغيرة من القرفة الباودر، وهنحتاج كمان أكيد يعني ملح وفلفل أسود. دي مقادير الحشوة. أما علشان نسلق بقى، إحنا ممكن نسوي بطريقتين، نسوي في كيس حراري أو نسوي بطريقة السلق لو أنا محتاجة أعمل شوربة. أنا بصراحة محتاجة الشوربة علشان أعمل بيها الرقاق، فأنا النهاردة هسلقها. وعلشان أسلقها هنحتاج لها إيه بقى؟ طماطمايه متقطعه مكعبات، جزرايه شرايح، بصلايه اربع تربع، فصين من الثوم هنحطه صحيح زي ما هو، ثلاث فصوص من الحبهان، ثلاث ورقات لورا، ملح وفلفل اسود. تمام، دي الحاجات اللي هي البوكي جارني. ممكن كمان لو عندنا عود كرفس بنحط عود كرفس في الشوربه، بيدي لها طعم حلو جدا. علشان نحمر البطايه الجميله دي هنحمرها بقى بطريقه مامتي الله يرحمها، كانت بتحمر الطيور كلها باللبن، سمنه كده على لبن وتبتدي تدهنها وتدخلها الفرن، بتطلع بقى ريحتها وطعمها ولونها وهمي. فالنهارده هنحمر البطه بتاعتنا بالطريقه دي. تعالوا بينا بقى نبدا ونشوف هنعمل ايه بعد ما قلنا المقادير. بدايه كده هنحط حل على النار، ميتها تغلي كده علشان نسلق فيها البط. بس تعالوا بقى على بال ما تغلي نبتدي نشتغل في الحشوه. احنا ممكن نعمل عمليه تبادليه عشان تبان معانا، نخلي الميه اللي بتغلي هنا وناخد الوك اللي هنعمل فيه الحشوة هنا. وتعالي ناخد كده، عندنا معلقتين من السمنة. الحشوة اللي هنعملها النهاردة تقدري تحشي بيها فراخ، تقدري تحشي بيها حمام، تقدري تحشي بيها حمام كذاب، زي ما انت عايزة يعني، ماشية معانا في كله. وأحط معلقتين من الزيت، وهبتدي اخد الرز. الرز بتاعنا رز بلدي، هنغسله ونصفيه كويس قوي، مش مضطرين ننقعه خالص. وهبتدي احطه هنا على السمنه والزيت واشوحه لوحده كده. لوحده كده. ممكن نحط بس كمان فصين المستكه معاه. يلا ما تكتريش في المستكه عشان ما تمررش. ونسيب بقى الرز على النار مع التقليب المستمر عشان يتشوح ويسخن كويس قوي قوي. انا هنا بشوح الرز مع معلقتين سمنه ومعلقتين زيت علشان يفلفل معانا. وتعالوا ناخد بقى البصل، عندنا هنا البصل المفروم ناعم على قد ما نقدر، ومش بس مش مبشور، مفروم. وادي الثوم، هبتدي احط القرفه. رشة القرفة دي بقى بتدي طعم هايل جدا ولون كمان. البهارات السبعة بتشمل بقى مجموعة من البهارات، فأنا مش محتاجة أحط حاجة تاني. الملح، الفلفل على قد كمية بقى الرز اللي أنا بعملها، فلفل أسود، ونقلب الرز. ما ننساش إن احنا حاطين الرز يتشوح على النار، أنا مش عايزاه يلون، أنا عايزاه يسخن كويس قوي قوي. تمام، هاخد كمان رشة السكر. وتعالي بينا بقى ندعك الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. يلا يبقى كده احنا دعكنا البصل بكل البهارات مع الثوم مع الملح ورشة السكر، وبكده بقى جاهز معايا البصل. هبتدي اخده واروح على البوتاجاز اللي احنا بنحمص فيه او بنشوح فيه الرز بتاعنا. ميزه التشويحه دي كان ممكن الاول نشوح البصل الاول، بس ميزه التشويحه بتاعت الرز دي ان هي بتحافظ لي على الرز بتاع الحشوه من جوه ما يبقاش معجن في بعضه. فهنشوح كده كويس قوي لغاية ما اتأكد كده ان الرز كله سخن وتغلف كده بالسمنة والزيت اللي احنا حاطينهم، وبقى تمام التمام. هبتدي احط مكعب المرقة. احنا كنا ما تنسوش ان احنا حطينا كمان فصين مستكة،
احط مكعب المرقه يبتدي يفك معانا كده. انا عايزه احط طاسه كمان الناحيه دي ونشغل عليها تسخن. عايزين طاسه صغننه اهي، يلا تسخن كويس قوي واحنا شغالين هنا. دايما بيبقى معانا الكبده والقناصه بتاعه البطه، لو انا هستخدمهم فانا القناصه بقفل بيها البطايه علشان القناصه مش هتستوي مش تاخد سوى الكبده، واخد الكبده اقطعها حتت صغيره علشان اشوحها وادخلها جوه الحشو. تمام، والقناصه تخليها كده تروحي قافله بيها البطايه بعد ما تحشيها، هتستوي وهتبقى زي الفل كده. زي ما انتم شايفين الرز ايه اتشوح تشويحه تمام التمام زي الفل. يلا بينا بقى ننزل الخلطه الجميله اللي احنا عملناها بتاعه البصل والثوم ونكمل تشويح. الروايح بقى تبتدي تظهر، البهارات بتاعتنا مع البصل والثوم، الله حلو قوي. واللون بقى واخدين بالكم لون الرز اتحول ازاي؟ بصوا كده زي الفل، وعشرة على عشرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الرز بيتشوح وهنسيبه يكمل تشويح ويتكرمل هو والسكر والبصل والثوم والحاجات دي كلها. الطاسة هنا كمان بدأت تسخن، أحط فيها نقطتين زيت. بسم الله الرحمن الرحيم، كمان سنة، بقية السمنة، واسيبهم بقى ايه يسخنوا كويس قوي قوي. تمام تمام، ونقلب. حلو قوي الكلام ده. طيب خلاص ابتدى كده الرز زي ما انتم شايفين يتحمر كده، اللي طول النار تحت يتحمر ده بسبب السكر اللي احنا حاطينه. تمام، فهيدينا لون احلى وطعم احلى كمان، بس ايدينا فيه مش عايزينه اللون البني يبقى اسود، لا احنا عايزينه كده ايه متحمر على خفيف كده اهو بالشكل ده. فعلا والله الحشوه دي رهيبه جدا جدا، اعتمديها في اي حاجه عايزه تحشيها، حمام، بط، فراخ، وز، اي حاجه هتبقى حلوه قوي معاكي. طيب انا مجهزه هنا ميه مغليه، لو انا عامله كوبايتين رز احط لهم كوبايه ميه بس، انا بحط نص الكميه اللي الرز محتاجها عشان يكمل تسويته مع البطايه. تمام، بصوا كده تاني، بصوا كده خلاص انا حاسه كده ان الرز ايه اتشوح التشويحه التمام واخد اللون اللي انا عايزاه. شايفين اللون وجماله تحفه. بينا بقى نحط حوالي كوبايه من الميه، حطينا ميه مغليه من الكاتل الجميل بتاعنا اللي احنا ما بنستغناش عنه بقى، ايدينا في المطبخ ورجلينا بصراحه، مش عارفه كنا ازاي عايشين من غير الكاتل زمان. اي ميه مغليه على طول في ثواني بنحتاجها بنلاقيها. حط شويه كمان، والميزه كمان في الكاتل بتاعنا ان فيه ترمومتر، فبصراحه بيعرفني الميه غليت ما غليتش، عايزاها دافيه عايزاها مغليه زي ما انا عايزه. طب استاذنكم كده في غطا، غطا يا جماعه، غطا للوك. لازم نغطي على الرز، واول ما يغلي كده ههدي عليه النار، ضروري جدا. واسيبه على النار كده يعني خمس دقايق مش اكتر من كده هيكون جاهز معايا. الطاسه الثانيه بتاعتنا فيها السمنه والزيت اللي احنا حطيناهم، هبتدي اخد بقى الكبده اللي انا قطعتها كويس، قطعتها حتت صغيره خالص
هستنى بس اتاكد كده من السمنه والزيت بقوا سخنين جدا جدا. الكبده ما تحبش النار تبقى هاديه ولا الماده الدهنيه اللي انت حطاها بارده، لانها هتنزل هتجيب ميتها، وميتها دي هتخليها تسود بعد كده وتلاقي فيه رواسب سودا كتير في الطاسه. احنا عايزين نحافظ على الكبده تبقى شكلها حلو ولونها حلو ونظيفه وما تنشفش مننا كمان. هدي تقليبه للرز. نغطي بقى ونسيبه على نار هادية علشان عايزاه يدخل نص سوا بس، انا مش عايزة اكتر من كده. وتعالوا بينا ننزل يلا بالكبدة. خلاص الزيت والسمنة سخنوا كويس قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرديها بقى في الطاسة، خلي الكبدة كلها تبقى على ارضية الطاسة عشان تطول السخونية فتتقفل المسام بتاعتها على طول، ما تنزلش اي سوائل منها ولا اي دم ولا حاجه، فتطلع معاكي لونها حلو شكلها حلو مفيش ريحه زفاره، وكمان طريه ومسكره كده ما تبقاش ناشفه وتبقى صعبه في المضغ والاكل كده. بينا نقلب نشوح الكبده ونطلع الكبده. خلاص دقيقه واحده وهشيلها من على النار. بصوا كده اول ما الاقيها ابتدت تاخد لون التسويه هكون مجهزه لها نفس البهارات اللي انا حطيتها للرز، رشة قرفة عشان ما يبقاش فيه ريحة زفارة، رشة من البهارات السبعة، ملح وفلفل اسود وبس كده. واخدين بالكم شايفين الطاسة نظيفة ما فيهاش سوائل، شايفين لون الكبدة حلو ازاي فاتحة كده وشكلها جميل. تعالي بينا يلا نحط لها البهارات. ادي رشة من البهارات السبعة، وادي رشة من القرفة، ما تكتريش. ندي فلفل اسود وندي ملح على قد الكبده. ونقلب بقى 10 على 10 وزي الفل. خلاص كده الكبده دقيقه وتتشال من على النار، ما جابتش ميتها، لونها حلو، تطلع معانا طريه مستويه ومسكره ولذيذه جدا. الرز بتاع الخلطه بيستوي، ميه سلق البطه غليت، تعالوا ننزل فيها كمان كل الحاجات اللي احنا قلنا بتاعت السلق. ادي الجزر، ادي الطماطم، وبصل، ورقتين لورا، عندنا كمان فصين ثوم، ووحدتين ثلاثة كده من الحبهان. ويلا بينا بقى نغطي بعد ما جهزنا حشوة البطة والمية اللي هنسلق فيها البطة، وادي الرز وريحته تجنن. هنا بقى في عندي حاجة اختيارية، عايزة تحطي شوية زبيب، مكسرات، براحتك. انا هحط شوية زبيب، احب طعمه جدا في حشو الفراخ والبط. وتعالوا نحط كمان الكبدة اللي احنا شوحناها، شايفين جمالها ما شاء الله لا قوة الا بالله، تحفة بسمنتها بكل حاجة. يلا نزلي كله وقلبي. الأفضل طبعا ان احنا نسيب الخلطة تبرد خالص علشان نبدأ ان احنا نحشي بيها البطاية. وبقيت الرز اللي هيفيد معانا طبعا مش هنفرط فيه، ده كنز عندنا، هنسويه ونقدمه تحت البطة بتاعتنا. تعالوا بينا بقى ايه نلبس جلافز كده عشان نبدأ نحشي نفس الطريقة اللي احنا استخدمناها هنا، تقدري تستخدميها زي ما قلت لك مع الحمام، مع الفراخ، مع الأوراك المخلية اللي بنسميها حمام كذاب، زي ما انت عايزة. فيلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نحشي البطة. والبطة ما بتحشيش تحت الجلد بتاعها خالص، يعني تحت الجلد ده اللي احنا بنفرغه وبنعدي صباعنا كده من الجلد ونفصل ما بين الجلد وما بين اللحم، ده ما بيحصلش هنا مع البط، البط من جوه بس. فتعالوا نجيب معلقة يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البطة غسلينها كويس قوي قوي قوي، دعكنها كده بملح خشن وشوية دقيق ذرة ولا حاجة، ودعكنها من بره ومن جوه وشاطفينها، ونقعناها كده في مية فيها عصير برتقان مع شوية خل صغيرين، وسيبيها كده منقوعة ساعة تخلي المية اللي فيها تشد بقى أي سوائل أو أي دم أو أي حاجة، وبعد كده بنصفيها نشطفها ونصفيها وتبقى جاهزة معانا بالشكل ده. هبتدي أحشيها
واحشيها كويس، بس راعي دايما ان انت ما تضغطيش الرز قوي قوي. ليه؟ اديله مساحه ولسه نص سوا محتاج ياخد راحته علشان يكمل تسويته. فانت لو ضغطتيه قوي قوي وقعدت البطة على النار ساعتين مش هيستوي برضه، لأنه مضغوط وقافل في بعضه، فهتلاقي فيه قرشة أو تكة في الآخر. فاديله كده إيه براح شوية جوه. هزق بقى بإيديا وأدخل كده الحشوة لجوه من غير ما أضغط الرز، يبقى فيه كده إيه براح شوية. نقدر نحشيها فريك زي اللي احنا عملناه امبارح كده وهو نص سوا كده، نروح برضو مدخلينه وحشين بيه البطايه. اللي يعجبك بقى فريك، رز، زي ما انت عايزه. حلو قوي الكلام ده. شويه كمان وبقيه الرز بقى هسويه، علشان اللي في البطه ده مش هيكفينا كلنا، فهسوي ده علشان ايه ناكل منه بقى بالهنا والشفاء. وابتدي بقى اقفل البطايه بتاعتي. فين يا جماعة؟ عايزين سكينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نكتف البطة، لازم نكتف عشان تبقى ملمومة كده وتقفل لي كمان على الحشوة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. رجليها قصيرة، كان المفروض بتتقطع بعد الركبة كده عشان نطول ان احنا نكتفها. يلا يلا هوبا يا مسهل. التانية معلش هي معاناة بس لازم نعملها، ولا احتاجت بصلة ولا احتاجت قناصة ولا احتاجت اي حاجة، اتقفلت اهي وبقت مية مية. الرقبة بتاعتها بخاف لحسن نطلع منها الرز ولا حاجة، فممكن حتة بصل كده عشان دي متشال الرقبة بتاعتها. نص بصلاية ربع بصلاية على قد الحجم يعني اللي هتدخل فيه، وقفل بيها. بس شايفين حطيت البصلاية هنا اهي، قفلت بيها علشان الرز ما يطلعش كده. انا حكمت البطاية بتاعتي وبقت قشطة فل اهي زي ما انتم شايفين، مفيش رزاية برة. تعالي بينا بقى، خلينا نشيل كده على المية اللي بتغلي اللي احنا حاطين فيها مستكة وحبهان ورق لورا طماطم توم بصل، عندك كمان جزر، ولو في عندك كرفس تحطي كرفس والدنيا هتبقى زي الفل والريحة هتطلع معاكي محترمة. ما حطيتش ملح وفلفل، هستنى ممكن نحط الفلفل دلوقتي، بس هستنى على الملح ايه البطاية بس تبتدي تدخل في السوا وحط لها الملح. حط الفلفل الاسود بس كده وغطي واسيب بقى البطة على النار تغلي، تغلي كويس قوي. واول ما تغلي على طول هدي النار وسيبيها بقى على نار هاديه تستوي. كل ما استوت على نار هاديه كل ما اخدتي نتيجه مميزه جدا جدا. تعالوا بينا بقى ايه انا عايزه اعمل ايه، الحاجات دي هنشيلها وعايزين نسوي بقيه الرز. فهنعمل ايه، هسويه وارجعه على النار تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ده انا هقدمه مع الفراخ مع البط. اول ما يسخن كده هبتدي احط له يعني مش هقول كوبايه ميه بقى، نص كوبايه ميه بس، واغطي واسيب الرز على نار هاديه يستوي كده والعقده اللي فيه تتفك ويبقى زي الفل. طبعا عامله واحده لان دي هتقعد في النار او في الشوربه مش اقل من ساعتين، فانا عامله واحده مستويه كده عشان اقول لكم التفاصيل كلها وازاي بنحمرها. اخد شويه لبن، بسم الله الرحمن الرحيم، في بوله كده وادهن بيهم البطاية اللي احنا هنحطها في صينية. نعمل ايه؟ بعمل ايه؟ مستعجلين انتوا. يلا هشيل البطاية بسم الله الرحمن الرحيم واحطها في الصينية اللي هتدخل الفرن. هبتدي باللبن كده، احط لها شوية لبن وندهنها كويس قوي. عايزه اقول لكم اللبن بيديها طعم حلو قوي ولون جميل وريحه كده مفحفحه وهي في الفرن. ندهن باللبن وناخد كده معلقه من السمنه
نوزعها عليها. فرننا والع، تمام، شوايه والعه، بس هبعدها عن الشوايه، مش هحطها تحت الشوايه مباشره عشان ما تتحرقش وتاخد لون غامق على الفاضي. عايزاها كده ايه الجلد بتاعها يقرمش كده، خصوصا البط عشان ما يبقاش فيه اي دهون كتيره. ويلا بينا نشيلها هيله بيله وندخلها على طول تحت الشوايه، بس الشوايه هتبقى على بعد شويه، يعني ممكن نخليها في الارضيه والشوايه شغاله فوق، تتحمر براحتها وتاخد اللون التاني. اللهم بارك اللهم بارك. لازم تجربوا موضوع انك تدهني وش الطيور لبن، ويا سلام بقى لو حته قشطه مع اللبن، يا خبر ابيض. بصوا الجمال، شايفين اللون تحفه. لفها بس الناحيه الثانيه عشان تلون معانا اكتر من كل النواحي، وهنقلبها كمان دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش قادره اقول لكم على جمال ريحتها بجد، يعني شايفين طبعا اللون عامل ازاي، لون وهمي. اما الريحه بقى والطعم مش قادره اقول لكم يبقى جميل قد ايه. انا محتاجه بس ان انا اقلبها اوريكم الشوربه ولونها وجمالها. وقلنا اول ما الشرب البطه تغلي على طول بنهدي عليها النار ونسيبها بقى على نار هاديه تستوي. لو طلع معاكي اي زفره اي حاجه بتشيليها علشان تبقى معاكي الشوربه رايقه كده ونظيفه وجميله. هنوطي بتتكلم ما شاء الله اللهم بارك. عايزاكم تجربوا الطريقه وتجربوا كمان طريقه التحمير، اتبعيها في كل الطيور بتاعتك، بطه، حمام، وز، فراخ، اي حاجه عايزه تحمريها دهنت كده لبن كده معاه شويه قشطه صغيرين من اللي على وش اللبن، ادهنيها وسمنه بسيطه كده حطي على الوش ودخلي الفرن. وما تنسيش بقى اول ما تطلع كده وهي سخنه رشه ملح وفلفل بسيطه، حطها كده بقى مش كتير بس بيفرقوا جدا برضو في الطعم. وبألف هنا بقى، وادي الرز اللي احنا فوضناه وسويناه قدمناه تحتيها. وبألف هنا حطينا على البطه بتاعتنا. عايزاكم بس تشوفوا لون الشوربه، بصوا معايا كده لون الشوربه وجمالها ما شاء الله اللهم بارك. ريحتها بقى مش قادره اقول لكم هي جميله قد ايه، ولا في ريحه زفاره ولا في اي حاجه غير مرغوب فيها، زي الفل ما شاء الله. نقفل عليها وما تنسيش بنحط الملح بتاعها بعد نص وقت التسوية كده، هتاخد على النار معانا كده حوالي ساعتين، ساعتين وي لو هي كبيرة في السن شوية، فبعد ساعة كده تضيف الملح بقى علشان اللحم بتاعها نفسه يبقى له طعم. بصوا من بره هتلاقوهم قرمشة، سامعين الجلدة بقى من بره اتقرمشت علشان احنا نزلناها بعيد عن الشواية شوية، فدت بقى ايه قرمشة حلوة كده للبطة ولون جميل. ونفتح كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. والرز من جوه مستوي والدنيا ما شاء الله 10 على 10، شايفين لون اللحم بتاع البطه؟ ما شاء الله تحفه جدا جدا.